الجزء الثالث أولا صارت بوليميك قبله حول من سيمثل الدور الرئيسي بدل هل صلاح وجرود أم ليس صلاح وجرود، ثم ربما عرف ذاك الجزء مش النجاح اللي عرفه الثاني والأول. نعم. لماذا جعفر؟ كان عدة أسباب. ديجا أولا ما تنسوش باللي غياب صلاح وجرود أثر نسبيا وسلبيا على السلسلة، حتى إذا ما الأسبوع بعد الأسبوع الأول الناس بدأت تتعود على عاشور الجديد اللي هو حكيم زلوم بن حية، لأن دار خدمة يعني كبيرة 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 كممثل. يعني أنا ما شفتش أي ممثل يقدر يتقمص هذه الشخصية إلا حكيم زلوم، مش أقول الممثلين الآخرين ما يقدروا لهاش، لكن حكيم يعرف مليح صالح، كانوا صحاب بزاف، كانوا كيف كيف. أنا رحت الحكيم لأنه عنده يعرف واحد القوالب يعرفهم صالح كيش يدير واحد الطبيعة تاعو. أنا نحييه دار خدمة كبيرة. دونك الناس ما تعودتش هنا في عندنا في الجزائر، حتى في العالم صعيب أنك تغير شخصية رئيسية لسلسلة. لكن هذا كان عندي بالنسبة لي أنكور أن ديفي، يعني سيتي أنكور أن ديفي أسيغمونتي. ما تنساش باللي لما عرفت باللي صالح وجرود ما يكونش معنا في الحصة في المسلسل، كنا قريب حاضرين 100%، يعني 99% كنا حاضرين. ما تنساش باللي أول مرة صنعنا ديكور مدينة سينمائية، صنعنا خدمنا دي في العاشر إيه كوم بارازار العاشر يعني يعني بنينا مدينة سينمائية بكل مقاييس تاعها، درنا لي كوستيم، درنا لي اكسسوار باش ما نكونوش ما نجيبوش من اي بلد. اول مره يندر هذا الاخر في بلادنا. انا نظن من ناحيه لا تكنيك كنا اكثر يعني جمالا من ناحيه التقنيه. ابخي اذا ما كانش عنده هذاك لو روتور، فيها عدة أسباب أفضل نخليها هنا. نعم، وأنا أفضل كذلك أنه لا أخوض فيها.